السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. من أنت يا شيخ؟ أبو بكر الأندلسي. الله أكبر. لماذا أتيت إلى سوريا؟ جهاد في سبيل الله. لا كلمة الله. بارك الله فيك. ما شاء الله. هل ممكن أن تقرأ من الآية القرآن في موضع الجهاد؟ الله أكبر. أكبر. لا. أنا روسي. ارمي. الله أكبر. أبو أسامة إندونيسي. أنت جاهز؟ ارمي. الله أكبر.